واضح مساعد العبد اللي بضفاف، الواضح من كلام المحللين انه في اخطاء، في مشاكل، في عدم خلينا نقول الاعتراف بحجمنا وامكانياتنا. اوكي، هذه تجربه في النهايه بالنسبه لنا، لكن هذه لعيبتنا يا اخي، من نجيب لعيبه؟ طيب هذا اللي موجود. شوف، خلينا اول شيء نرجع لقبل المباراه والكلام للبارح، لان الموضوع شوف تغير تماما. احنا كلنا كنا متفقين المباراه صعبه والتجربه صعبه وتوقعات النتيجه لا نجي الحين لما صارت الهزيمه 4-0 الكل قام يجلد، امر متوقع ان نخسر. اوكي، بس علينا نكون اكثر واقعيين، ليش خسرنا وكيف صح اخطائنا. انا اشوف انه احنا عندنا جزئيتين لازم نتكلم فيها، الاجل القصير والاجل البعيد. الاجل القصير اللي هو الاستعداد لكاس العالم ومعالجه الاخطاء الموجوده الان، لكن الاجل البعيد اللي هو معالجه السلبيات اللي نتكلم عنها الان، عن غياب المحاور، غياب الارتكاز والبحث عنهم. يعني الموسم المقبل بيكون في دوري الامير محمد بن سلمان، ربما يكون في تركيز اكثر. يمكن لو ترجع للثمانينات وبنواف موجود، كان نص المنتخب السعودي من الدرجه الاولى ترى، فكان المدربين يتابعون انديه الدرجه الاولى. اليوم مدربي المنتخب الاول في ال5 سنوات و10 سنوات الاخيره لا يمكن يتابع مباراه في الدوري الدرجه الاولى. طبعا اليوم لكاس العالم لا يمكن هذا الامر، انتهى. لكن اقول انه في الاجل الطويل على مدرب المنتخب ان يتابع في الموسم المقبل دوري الدرجه الاولى. هذا الدوري وحتى الدرجه الثانيه ترى فيه لاعبين في محاول ارتكاز تحديدا جدا متمكنين. يعني لا نقصر النظر على 14 نادي اللي هي في دور محترفين. اما موضوع النظره الفنيه فاتوقع الكباتن عندنا دوري الدرجه الاولى الان ما صار منتج. كل اللي في الدرجه الاولى هم رجع انديه ثانيه، وكنا نتكلم البارحه عن غياب المواهب. لا، دوري الدرجه الاولى لو في مواهب كان تلقى الانديه الاهلي والهلال والنصر والتحدي. ما حد يتابعهم، ما حد يتابعهم. اللاعب الجيد حيستقطب، ما حد يتابعهم. لكن على مستوى المنتخب اليوم ايش تفسيرنا للاعب الموهوب هذا؟ كيف ايش تفسيرنا احنا في السعوديه للاعب الموهوب؟ اسال فهد الهرهبي، جايب فهد الهرهبي لاعب موهوب. احنا ما عندنا مواهب، خبره 30 سنه في لا اقصد هو بيسال عن لاعب الموهوب. احنا نتكلم عن منتخب.